وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأعظم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لاحظ هون التعبير بكلمة رجال، هي لما ناخذها من الآية ويكون عليها شرح الموضوع. وردت كلمة رجال بهذه الآية، إذا بدك تترجمها ليزون، مش هيك؟ بآية ثانية، هي طبعا هيدي الآية رقم 23 من سورة الأحزاب، 23 سورة ليبارتي. اقرأ معي بسورة التوبة لريبونتير، فيرسي 108. شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété. Et plus digne que tu tiennes pour prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Et Dieu aime ceux qui se purifient. إذا لاحظتوا كلمة رجال هون، مرقت كلمة رجال. طيب، نحن شو بدنا نستفيد من هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى هنا يمدح رجال. مش هيك؟ الآية الأولى بتقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مش هيك؟ والآية بتقول تاني رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إذا هذين وصفين للرجال. هول نحن بنسميهم رجال الله، يعني هول اللي أعاروا أنفسهم لله عز وجل، وكانوا مع الله. سواء كانوا في مواقع الجهاد في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يقدمون أرواحهم في سبيل الله، ويسقطون شهداء في سبيل الله. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني هم شو عاهدوا الله؟ عاهدوا الله أن يكونوا مع نبيه، عاهدوا الله أن يخلصوا لدينه، عاهدوا الله أن ينصروا دينه. لذلك ببين صدق هؤلاء في المعركة، لأنه إذا بتعرفوا أو إذا بتدرسوا تاريخ معارك النبي عليه الصلاة والسلام،
القرآن الكريم بيحدثنا عن أشخاص كانوا يقاتلون مع رسول الله حتى الرمق الأخير، يعني يظلوا بالمعركة وما يتركوا النبي ولا يتخلوا عنه ولا يفزعوا ولا يتراجعوا ولا ينسحبوا من المعركة. مش ولكن لا، في فريق آخر كانوا يروحوا مع النبي على المعركة. سوف يشوفوا القصة جد ويشوفوا أنه لا، يعني القصة فيها موت وفيها تضحيات، يحملوا حالهم يهربوا أو يجوا لعند النبي يقولوا له يعني إذا في مجال تعفينا وإذا في مجال خلينا نرجع بيوتنا، لأنه بيوتنا مكشوفة ونسواننا لوحدهم وولادنا لوحدهم ومنخاف أن يهجم العدو على بيوتنا، فأعطينا مثل ما بقولوا أوتوريزاسيون يا رسول الله. إذن هؤلاء لم يصدقوا مع عهد الله عليه، صح ولا لا؟ ما كانوا صادقين. القرآن بيقول من المؤمنين رجال صدقوا، بالفعل لا تراجعوا لا خافوا لا جبنوا ولا اجوا لعند النبي قالوا له يا رسول الله دخيلة خلينا نرجع، بالعكس بقوا مع النبي. انا بدي اذكر لك واحد من هؤلاء الرجال عن جد، لانه ما هذيش كثيرة، لكن هلا بتقول لي يعني مين معصوم يا خيي؟ مش حاذكر لك معصوم، راح اذكر لك رجل عادي اسمه ابو دجان الانصاري. روحوا فتشوا على هذا الرجل في الكتب، في كتب التاريخ. اسمه ابو دجان الانصاري. لما بنقول الانصاري يعني من الانصار، الانصار يعني اهل المدينه، البارتيزان. طيب هيدا الرجل ليش يعني نحن هلا عم ناخذه كم يعني اكزامبل؟ بمعركة أحد، أنت بتعرف بمعركة أحد شو اللي صار؟ طبعاً المسلمون هزموا، كانوا منتصرين بالبداية ولكن بعدين انهزموا المسلمون. لماذا؟ لأنهم خالفوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمر مجموعة منهم أنه يضلوا على رأس الجبل يحموا ظهر المسلمين حتى لا يغير عليهم العدو. شافوا المعركة خلصت ولقوا حالهم انهم انتصروا، فحملوا حالهم ونزلوا عن الجبل. لما نزلوا عن الجبل شافهم العدو نازلين، قال بس انكشف ظهر المسلمين، رجعهم من وراء، عمل عليهم اللي بنسميه احنا التفاف، وغدر فيهم وهجم عليهم وانتصر عليهم. طبعا بهذه الحالة لما هاجم العدو كان في هدف عند العدو، هو الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوصول إلى رسول الله يعني لماذا؟ لقتل رسول الله. طيب ليش؟ لأنه بأي معركة بالعالم، بأي معركة بالعالم بس يقتل القائد، عندما يقتل القائد شو بيصير؟ تنهار معنويات الجيش، المورال تبعت الجيش كلها شو؟ تنهار، تنكسر، مظبوط ولا لا؟ بالفعل كان في هجوم مركز على النبي صلى الله عليه وسلم. وهم اذا بنرجع للتاريخ بنشوف ان العدو المشركون يعني استعملوا اسلوب الحرب النفسيه. عرفت شو الحرب النفسيه؟ يعني استعملوا اسلوب الإشاعة. شو هي الإشاعة اللي اطلقوها؟ هلا انتم اذا انا هلا بدي هربكم كلكم هلا من جيبها، شو بقول لكم؟ هربوا في فور اكزامبل مثلا في سيربون حي، او في لا سمح الله قنبله، او مش هيك؟ بضل حدا من جيبنا الا الشاطر الابضايق ما بيمزح، ثلاث ارباعنا مروا الاول. طيب ولكن هذه إشاعة. المشركون وقتها استعملوا هذه الإشاعة وصاروا يطلعوا أخبار أن النبي قتل،
طبعا النبي كان بعده ما من قتل، ولكن المسلمون او بعض المسلمين للاسف اللي كانوا ايمانهم ضعيف، او بيقول لك انه طالما النبي موجود انا مسلم، اذا راح النبي انا بطل مسلم. في بعض المسلمين للاسف الشديد لما سمعوا هاي الخبريه وهي الاشاعه صدقوا فهربوا من المعركه، هربوا من المعركه وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ بعده بارض المعركه، يعني هربوا في الجبال وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، الأعداء يهجمون عليه. مين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحميه في هذه الحالة؟ كان في 3 أو 4 من الأصحاب الخلص، طبعا بجملتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذا الرجل أبو دجان الأنصاري، ويقال أن هذا الرجل قاتل قتالاً مستميتاً. تعرفش عن مستميتاً؟ يعني مش فارقة معه بعيش بموت، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أوتي من قوة. هذا الرجل ألا يصدق عليه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، مات قتل، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، يعني لم يغير موقفهم، لم يبدلوا موقفهم. وهؤلاء كثر، الحمزة اللي حكيت قضى نحبه، يعني سقط شهيد بمعركة أحد، وغيره من الشهداء اللي سقطوا في المعركة. إذن هذا النموذج الأول من الرجال، يعني هول بينبقلن يا حجب الفضل إنه نقول عنهم شو؟ رجال. سامع يا حجيها؟ لأنه مش كل واحد اسمه رجال، يعني نسميه رجال. هلا يمكن واحد مثلا بيطلع على الميزان مثل ما قلنالك هذيك المرة بيزين 200 كيلو، صح؟ يعني هي القصة بالوزن. طب هذا يعمل رجيم بينزل لقديه؟ بينزل الدكتور قديه بيقدر ينزل الواحد؟ ينزل 70 كيلو 60 كيلو، مظبوط ولا لا؟ يعني إذا بدك نقول عنه رجال هو وزنه 200 كيلو، هلا لما صار وزنه 60 كيلو صرنا نقول عنه نص رجال. إذا القصة بشو؟ بالوزن. إذا القصة بالوزن. لا يا حبيبي، القصة مش بالوزن، القصة بالموقف. يعني بما بشجاعة الموقف، بالإخلاص، بالصدق، بالهدف اللي هذا الإنسان يرسمه لحياته. بالهدف. انت شو راسم هدف لحياتك؟ انت شو مخطط لحياتك؟ انت هيدي الحياه التي تريد ان تعيشها واخر مسيرك بدك تتسهل، شو حاطط لها تيتر؟ يعني شو حاطط لها عنوان؟ يعني الواحد فينا مرات بيجوا بيسالوه مثلا انت شو هدفك بالحياه؟ شو هدفك؟ يعني في واحد بيقول لك انا هدفي مثلا بالحياه اني والله صير اكبر انسان مثلا رياضي. نحن مش ضد الرياضه، يعني بدي يكون سبورتيف او لاعب فوتبول مشهور. الناس كلها يعني بدل ما عرفت كيف تحفظ اسماء لامي بالترتيب بتحفظ اسماء الاكيب بالترتيب يعني انه بدي احط هيك انه يكون اكبر انسان رياضي. طيب هذا هدف. واحد يقول انا بدي اكون رسام مشهور كمان. نحن مش ضد هاي الاهداف، هاي اهداف جميله، هاي اهداف نبيله، اهداف جيده، يكون رسام ولا فنان ملتزم، يعني شاعر او اديب او كاتب. احنا ما عم نقول كل الناس كلها تكون مشايخ او رجال دين، واضح؟ او والله بدي يكون دكتور من الدكاتره المميزين اللي يقدروا يعملوا ابتكارات مثلا، مثل هلا عندنا بعض الدكاتره الله يعطيهم العافيه عم يشيلوا القلب ويحطوه بمحل ثاني، يعني عم يعملوا انجازات طبيه شابوه يعني عن جد.
طيب هاي أهداف جيدة، هاي أهداف ما فينا نقول عنا أننا مش منيحة، لا هذا شو نحن ضد الرياضة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وأنا على يقين أن الإسلام منه ضد الرياضة ولنه ضد كرة القدم ولنه ضد الفوتبول ولنه بالعكس، نعم نحن ضد الاستغراق، يعني كيف أن الواحد يبطل يصلي ويصوم ويعمل واجباته الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية والدينية والبيتية بس قاعد قدام الفوتبول، هذا يعني هالقد كثير، ولكن نحن بالمطلق منا ضد هذا الموضوع، واضح؟ طيب إذا ممكن أي واحد يختار لنفسه هدف، طيب هواية، غاية، جميل، لكن تعا مثلا اليوم تجي تطلع بمجموعة كبيرة جدا من الشباب من الرجال إذا بدك نسميهم الرجال، وتعا أسألهم شو هدفهم بالحياة بلك ها؟ شو عم تقول؟ يفهمش أصلا عليك شو عم تقصد، انت شو عم تعمل بالحياه؟ انت شو راسم لحالك؟ ولا شيء. بالزمانات قبل ما يصير في انترنت ومواقع تواصل اجتماعي كنا نشتري هول المجلات، انتم ما بتعرفوا مجلات نشتريهم ويكونوا مثلا فيهم كلمات متقاطعه حزازير وهيك، وبالاخر في صفحه اسمها صفحة التعارف، صفحة التعارف، يعني بيجي مثلا واحد هو مبسوط بحاله بيحط صورته وعنوانه وراسل تذكرون حجم الفضل؟ طيب بيكتبوا مثلا الاسم الفلاني زيد ابن كذا مثلا، العمر افرض عمره 20 سنة 30 سنة 37 سنة، جميل، البلد ثلاث نقط اي بلد من بلداننا يعني العربيه المنتجه، الهوايه يعني الغايه او الهدف جمع الطوابع، جمع الطوابع تشان جمع الطوابع تامر يعني التامر هو شغلته يجمع طوابع العالم كله، مثلا طوابع هي هوايه هو شغلته بس يجمع طوابع او واحد يجمع العمولات الياس هذا كوليكشنر واحد الله معطيه هالطاقة كلها سوا وهالعمر وهالشباب اللي هو افضل مرحله بحياتك لتقعد تجمع طوابع يا رجل، يعني معقوله هذه هدفك بالحياه تجمع طوابع؟ طبعا نجمع طوابع احنا وبلا تامر، كل واحد بيجمع، انت يا حسين بتروح تجمع تامر مثلا بافريقيا، انا بجمع تامر باسيا، هي بتجمع تامر باوروبا، ويلا بنقعد نجمع طوابع، طب وبعدين شو بنعمل؟ يعني شو الهدف اللي حققناه؟ هسا هي منيحه جمع الطوابع، قدام هوايات ثانيه. هي عم بحكيك قبل الانترنت هذا عم بحكيك انا قبل الانترنت، تعا هلا على الانترنت المصيبه هون. يعني مثلا لما بيقول لك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، مش هيك؟ اثنين لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال سكان جوامع يعني كيف؟ قاعدين بالجوامع قاعدين عم يتعلموا دينهم عم يقوموا فرائضهم. طبعا هلا بتفوت على الشباب يعني لا تزعل مني بس انا بدي احكيك الواقع، شوفوا الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي يعني حاطين سناب، يعني شاب له هون مثل ربيب عنزي واحد له فهمت علي من هون تفاح ليمون هذه صورتك هذه هوايتك هلا هوايتي بيع خضره
مثلا انا عم بقول لك شو الموضوع، يعني لا تزعل مني بس انا عم بحكيك الحقيقه، ها انه هذا شكل البني ادمين، هذا شكل عقل بشر. او واحد مثلا قاعد هلا، انا عجبني احد الاشخاص بيقول انه يعني هذا عامل تعليق اليوم، بقول لي انه هذا اللي بيكون قاعد عم يصور حاله مثلا ديريكت فيسبوك ديريكت، هذا شو بحس يعني، شو عنده، ولا هو شو عم يفكر؟ واحد قاعد مثلا عم يحدثك مثلا بيحكي لك وهو عم عامل هيك الكاميرا وعم شو مشكلته يعني؟ ها؟ هلا هيدا اللي نحن عم نقول هون رجال، يعني هون المفروض انه يكونوا رجال. طب لا هدف ولا غاية، وبالعكس عم يغيروا صورهم. هون لما تعمل كومباريزون مقارنة بينهم وبين شباب رفع الإسلام على أكتافهم، مش بس الإسلام، مش بس الدين، العلم، المختبرات. هلا بهذا الوقت اللي انا وياك مثلا عم نحكي كهذا الكلام متاسفين طبعا، يعني نحن زعلانين. في كثير شباب هلا عواطليه عن العمل، سامع؟ اللي قاعدين مثلا عم يلعبوا بلاي ستيشن، اللي قاعدين عم يعني طبعا عم يعملوا انجازات، الله يعطيهم الف عافيه حتى مطلع الفجر، انجازات ضخمه، عم يعملوا بنايات، عم يقتحموا اوقات، عم يعملوا بطولات وهمية، نحن بنسميها إليزيون، هذا وهم، مش هيك؟ في ناس اليوم قاعدين وين؟ هلا بالمصانع عم يخترعوا، مظبوط ولا لا؟ عم يقدموا شيء للحياة، عم يشغلوا عقولهم. هلا هول رجال وهول رجال، أنا هيدا اللي عم بحكيك فيه، هول رجال وهول رجال. ايه هلا اذا بتجي بتحطهم حد بعضهم، مظبوط ولا لا؟ الكاركتير ما مشوز، صح؟ وهيدي صورة زلمة، وهيدي صورة زلمة، هيدا بتقول عنه أم، وهيدا شو بتقول عنه؟ أم، ها؟ إذا بدك، ولكن سي با لا فيريتي، مظبوط؟ في فرق كبير، جايين ديفيرونس، وهذا زلمة شو عم يقدم للحياة؟ خلينا نحكي الصراحة، خلينا نحكي بوضوح. نعم، هلا تقول يعني كل الناس بدها تكون مخترعين وكل الناس بدها تكون مقاتلين، لا. كل إنسان بيقدر يحقق رجولته بالمكان اللي هو فيه. بيقول لي الحاج يحيى كيف يعني، أعطينا مثلا. إحنا عندنا مثلا أن الكاد في رزق عياله كالمجاهد في سبيل. شفت هيدا اللي بقوم الصبح؟ خي مش مطلوب تكون أكبر عالم من العلماء وأكبر طبيب من الأطباء وأكبر مخترع من المخترعين، لكن إنك تقوم من الصبح وتلبس ثيابك وتروح على شغلك وترجع على بيتك، هذا إنجاز، هي رجولة، سامع؟ لكن اللي بيقعد بالبيت وبيقول لمرته روحي أنت اشتغلي واصرفي أنت على البيت، هذا لازم نجيب له جيب. صح؟ مظبوط؟ ليه نحن ما نزعل من الحقيقة؟ إنه معقول أنت قاعد نايم بالبيت، ها؟ ومرتك تقوم من الصبح تروح هي على الشغل، هي أبو علي وأنت أم علي صرت، أو كونتراري. وهي تشتغل وتجيب السلار للبيت وتجيب تدفع الديبونس، تدفع فاتورة الكهرباء وفاتورة المي وأجار البيت، وحضرة جنابك قاعد بالبيت شو عم تعمل؟ عم تحضر، عم يحضر فوتبول، كيف هيك؟ وهذا بتقول لي هذا رجال؟ كيف يعني رجال؟ الرجولة انك انتبهت، انا عم بحكي ابسط الامور، ان تتحمل مسؤوليتك،
مش تلقي بمسؤوليتك على غيرك بما أمرك الله به، عم تحطه على كتاب غيره. لا، أقول لك الرجال قوامون على النساء، قوامون لما بتكون أنت فعلا قايم بدورك، مش هيك؟ مش هي اللي قايمة بالدور، الله يعطيها العافية. وهون بنصح يعني انه ماسكلين فيمينا كثير، شو تعمل الاكس تغير، عرفت؟ هذا مش ماسكلين، هذا فيمينا، لانه الموضوع مش موضوع قلت لك كاركتير، ها موضوع شو عم يقدم، شو عم نحن عم نحكي، عم نخاطب المجتمع بما في هذا المجتمع من مشاكل. يعني لما بيجيك حدا بيقول لك طب مش حرام فلانة خير شو بها، هي اللي عم تشتغل على البيت وهي عم تصرف على البيت، هي مشكلة. طب جوزها وين سلامته؟ أنت كبير يعني ولا شو؟ هو شيء يعني عنده مشكلة، مريض، مقعد، ايه عنده مشكلة هون السيستم اللي عنده، السيستم هيدا بده اعاده فورمات، انا بقول له ايه فورمات. علما بس انا بدي اخطب بهذا الموضوع، يعني هذا بدي ضوي بس على هذه النقطه، انه بالاسلام يعني حتى تعرفوا مزبوط، انه بالاسلام النفقه هي مسؤوليه الرجل وليست مسؤوليه المراه، ماشي؟ وهي قايلة أنا 100,000 مرة أن بالإسلام لما أنت بتتزوج مش هيك، وهيد الإنسان تنتقل إلى بيتك، أنت صرت مسؤول عنه مش أبيه، يعني ما فيك تروح تقول له خلي روحي عند بيك يصرف عليك، خلص أنت صرت مسؤول عنه، ولا إلك حق أنك تجبرها على أنها تروح تشتغل إلا إذا هي أحبت، وهذا شيء بالتفاهم بينك وبينها. أما أن تجبرها فليس لك حق، حتى لو كانت بتشتغل عندك، يعني باليوزين اللي عندك أو بالبوتيك عندك تعلق بالمحل، أفرض أردت لها وهي وافقت، الشرع لها حق سلام مثل أي أقول ولي آخر، مزبوط؟ يعني واحد بحجيب. هلا نحن شو بنعمل؟ منشغل مرت نسواننا لحتى ما نجيب شغيل وندفع له، صح؟ يوفق، بس هذا حرام. بتقلي ايه ما انا عم بصرف عليها بالبيت، واذا عم بصرف عليها بالبيت؟ ما هي اصلا عم تشتغل عندك وظيفتين، مظبوط ولا لا؟ خادمة بالبيت، خلينا نحكي الصراحة، وخادمة بالمحل، لا سلير بالبيت ولا سلير بالمحل. وانتو بتعرفوا تماما انه اللي بتشغلوهم عندكم بالبيت بتطعموهم، ولا كمان بتخلوهم بلا اكل، الصناعات اللي عندكم شو بتطعموهم ولا لا؟ ايه طعموهم، لانه حرام تعبون بلا اكل، ما بيصير قلة اخلاق انه واحد بيجي يقول لها ليكي انا ما خصني باكلك وشرب، ولا يا رجل لا، يعني نحن عم نحكي عن الرحمه لانه في نماذج. النفقة الديبونس هي مسؤولية الرجل وليست مسؤولية المرأة. إذا أرادت المرأة أن تعمل ووافق الرجل على أن تعمل عنده والله عند غيره، مش هيك؟ هيدا الراتب أو السلال هيدا ملكها هي، بتحب هي تساعد، بارك الله فيها، عن طيب خاطر، يعني دي بلان جري، دي بلان جريد. ماشي، افرض هي لا ما بدها، هي اجت عم تشتغل عندك وقالت لك هذا الراتب لإلي انا، وهذا لإلي انا، وهذا حقي وانا حره في لهذا الراتب، انت لك حق الا لا غصبا عنك هذا الراتب بدي اخذه منك وانا بدي اصرفه بمكان ما، يا
يعني في بعض الناس هيك بلاقي انت عم تشتغلي بمكان تفضلي هيك السالير تعوضي. طبعا احنا مش ضد المشاركة، يعني احنا بنفكر انه احنا بنقول انه لازم نكون يعني انانيين. لا انا ما عم بقول هيك. اذا وحدي والله شافت بارك الله فيها، بارك الله فيها اللي بتشوف جوزة مثلا مش قادر يقوم بمصاريف البيت، خاصة هلا الامور عم رايحة على غنم، وقالت له يا خيي ماشي الحال ايد وايدك، نتساعد، انا بساعدك، انا بشتغل، بارك الله فينا، مأجورة. شو عن جد؟ بس بالقوة؟ لا. بارفارس؟ لا. اوبليغاتوار؟ لا. عن طيب خاطر بالانجليزي. هاي اللي بنسميها نحن شراكة، بارتناري. لكن مش بالقوة ولا بالإكراه، لأنه لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب خاطر. عرفت شو يعني؟ يعني أنا ما في إشي أخذ منك مالك بدون رضاك، ولو غصب ولو حياء، يعني سحيتك تقول أنت علي خشوي، إلا ليطلع منك هذا المال وأنت راض، راضي من كل قلبك أنت عم تدفع هذا. فحبيت أنا بهالليلة، هاي ليلة الجمعة المباركة، إني ضوي على موضوع الرجولة للحرب. ونتمنى نحن أن نكون رجالنا وشبابنا رجال بكل ما للكلمة من معنى. ماشي؟ لأنه اليوم الرجولة صارت، يعني بعد شوي رح نشوفها بالميزيه. إذا ما عفواً يعني سامحوني. طب لما واحد تجي تطلع بهالجيل، شوف شعراته ما بعرف شو بيقصهم، وثيابه بمزقهم، ومشيته مش عارف كيف، وحركاته، وهل الستيل اللي عم نعمله. دكتور الله يرحم الرجال، مظبوط هلا الله يرحم، يعني عن جد. لذلك نحن خلينا نحافظ على شكلنا، على شكلنا، يعني حتى اذا شفت واحد يعني بشكل فعلا هذا زلمة، لأنه صدقني أنا مرة بتذكر صار عندي موقف جدا محرج، ونحن ما يعني سبحانه وتعالى الله لطف وما مديناش إيدنا وسلمنا عليها. هذا بس هيك بالعكس، هذه وحدة عامة زلمة، يعني عارف كيف؟ يعني قصة شعراتها ولبسة شو اسمه شو يصير، بتقول يعني هذا اسمه ابراهيم او جعفر او محمود. طبعا يعني عن اهل قربنا طلعت بنت مام شوز مي او كونترير، يعني تشوف واحد مثلا رابط شعراته اليوم عامل لهم بوند، حاطط لهم بوند او بنيل، او ليس عامل شعراته بالليس. هل شو ليس؟ هذا اللي بنعم الشعر في بوشنج، اسمه بوشينج، انا بعرف اسمه بنعم الشعر. تصور شاب عامل شعراته هيك، وماشي بالشارع، يمكن انت بتجي تقول له شي كلمه هيك حلوه. او تطلب ايده، صح؟ هذا اللي عم يصير بهذا الزمن. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحفظ شبابنا ورجالنا، رجال الأشداء، رجال العظام، رجال الكبار، الرجال الذي حقيقة هم مفخرة في التاريخ، اللي عملوا الانتصارات والأمجاد والبطولات وبنوا مجد الأمم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يرحم الشهداء وأن يرزقنا جيلا من الرجال، وأن يهدي شبابنا ورجالنا إلى صراط المستقيم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.